اولا انا بشارع الملك فيصل ما بنرمي نفايات كثيرة، ما عندنا نفايات اصلا، وحاطين علينا حوالي 100 و120 دينار، هذا ظلم وبهتاننا، حرام زور هذا. ليش حطوا علينا المبلغ هذا؟ يعني انا كنت 10 20 دينار، حطوا علينا 100 و120 دينار 130 دينار، انا في المحل الثاني دفعنا 130 دينار. طب ليش هذه؟ حرام هذا الشيء، لا يجوز. والله انا اعتقد انه مش بس الامانه، كل مؤسسات الدوله هاجم على المواطن، بدها مصاري، بدها مصاري باي طريقه وباي حجه. يعني اليوم بالامانه عندك النفايات وعندك ضمان اجتماعي، يعني صار واحد لما بده يرخص يعمل قصه 1000 ليله وليله عشان يرخص. رسوم مجحفه بلا حق، يعني مش مدعين اي مجال للتاجر ان يتنفس. الامانه يعني مستلمه شوارع وسط البلد، صحن البلد هذا بسميه اللي هو وسط البلد، الداون تاون مشهور في كل العالم، ما بيخلوا لا شارد ولا وارد يصف على طرف الشارع. يعني اقلها وقفه صغيره بوقف بتلاقي المخالفه، حتى لو هو واقف بالسياره بتخالف. ما في رحمه، ما في رحمه اطلاقا، ما في شفقه، ما في تعاون مع المواطن. يعني اعدم وسط البلد من حيث الحركه التجاريه اعدام، اعدموها اعدام. المواطن الاردني وصل لمستوى القش التي ستقسم ظهر البعير. يعني هو مش موضوع النفايات، رسومها يمكن بسيطه، بعرفش هي احنا كنا ندفع 40 الان قديش 180. يعني الموضوع مش موضوع النفايات بس 40 دينار و80 دينار، موضوع انه اللي صرنا ندفعه كثير جدا على كل شيء. يعني والله بالنسبه لاصحاب المطاعم واصحاب المقاهي واصحاب الحلويات ارتفعت بشكل مخيف جدا، ويعني بعتبرها انا حرام وظلم، يعني لانه كثير 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 يعني 100 جبايه يعني، والمواطن كله بالاخر من يعني من المواطن. يعني هو صاحب المطعم ما بيرتفع عليه بده ياخذه من المواطن، وصاحب الحلويات بيرتفع عليه بده ياخذه من المواطن، فحرام يعني. في الموضوع انه ظلم حرام، يعني اجوا سمحونا ب 2009 و2010 على سبه انه كانوا يشتغلوا بالشوارع وقطعوا رزقتنا، لما خلصوا شغلهم اجوا دفعونا 2009 و2010، حرام. يعني مش لازم يرفع هالمبالغ هذه اللي رفعوها، فهم بقولوا انه كل محل بيختلف على المحل الثاني انه رفع البضاعة هذا النفايات، فهذا الاشي غلط، لانه مين بيقيم هالاشي هذا؟ احنا سألنا مسؤولين بقول لك اللي بيقيم عامل النظافة، انه هذا المحل تبعك بكب مثلا في اليوم 10 كراتين، المحل الثاني بكب كرتوني، المحل الثالث بكب 3، فهو بيقيم قديش العامل النظافة قديش اخذ من عنا نفايات، فهمت علي؟ فهذا الاساس برفع عليك، ممكن انا ادفع 100، ممكن جاري يدفع 30، هذا الشيء غلط، انه عامل النظافه يقيم. عود الواحد بهالبلد انه كل شيء برفعوا لك اياه، مش انه بس على اي شيء اي شيء. حتى والله الواحد مل منهم ومل من طريقتهم ومن اسلوبهم. اول شيء ما في حدا يجي ياخذ نفايات، وبعدين حاويات زي ما انتم شايفين ما في الشوارع. حاوي واحد يخلف المحل وما في غيرها بس. فانه باخذوا قاعدين رسوم نفايات، المفروض انه يحسنوا الوضع، يحسنوا الشغل، يلاقي في عمال نظافه مثلا في الشارع، بس هذا المطلوب. جبايه لما يعني تكون لما يرفعوا النفايات او اي شيء مثلا يكون خارج نطاق تغطيه تكاليف المواطن، هذا تدني في احوال المعيشه، مش ارتقاء في احوال المعيشه، جبايه تعتبر. ما في داعي انهم يرفعوا الرسوم. ليش؟ اول شغله لانه فيش حركه بيع على الالبسه نهائيا، يعني الحركه خافه على الاخر، وفوق هذا كمان يحطوا رسوم زياده، هذا بصراحه اكبر غلط.